السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو غير عادي. هو النهاردة أستاذي العلامة إمام أهل الحديث الدكتور أحمد عمر هاشم كان أستاذي وكان رئيس جامعة الأزهر وكان بيديني مصطلح حديث. زعلت جدا النهاردة إن فضلته عيان ومسافر يتعالج في ألمانيا. بداية أتمنى من الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمه، ولكن يا أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم أنا عايز أقول لفضيلتك رسالة. في مصر فيها 90 مليون مواطن، ما فيش حد منهم راح يتعالج من ألمانيا إلا الأكابر، وأظن إن رجال الدين الصوفية الزاهدين يتعالجوا في مستشفيات الفقراء ويقفوا مع الفقراء. ده رقم واحد. رقم اتنين يا دكتورنا العزيز، عايز أقول لحضرتك حاجة. حضرتك لما قلنا البخاري فيه أحاديث مكذوبة على رسول الله طلعت عيطت في خطبة الجمعة وقلت إن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وما فيهوش ولا حديث باطل، وقمت عامل كتاب جديد معرفش بعته بكام برضه 16 مجلد كده، وعملت لك حفلة في الجامع الأزهر ختمته. يا ريتك كنت تدبرت آية من القرآن، بس ما أظنش إن حضرتك ليك في تدبر القرآن، حضرتك ليك في عن 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 بس. وانا عندي حواديت وقصص، انما التدبر للناس اللي ليهم حال مع الله سبحانه وتعالى، واللي ليه حال مع الله يبقى متجرد من الدنيا ومتاعها. حضرتك قلت في خطبه الجمعه في اغسطس اول منتصف اغسطس 2014 ان البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله، وكفرتني وشتمتني على الهوا. طب الامام البخاري بتاعك بيقول حبه البركه شفاء من كل داء الا السقم. ليه يا مولانا رايح تتعالج؟ ما تتعالج بحكمة البركة. والإمام البخاري برضو اللي أنت بتقول عليه إمام وأصح كتاب عنده حديث بتاع العلاج بتاع بول الإبل وأبوالها وألبانيها، ولا أنت تقول للشعب اتعالج ببول الإبل وحبة البركة وتروح أنت تتعالج في ألمانيا؟ تقول للشعب اصبر على الفقر وازهد فيما أيدي الأغنياء اللي نهبوا الثروات بتاعتنا، وأنت في النهاية رايح تتعالج بألمانيا في ألمانيا؟ منين الله أعلم. يا مولانا برضو عايز اقول لفضيلتك حاجة. ايه رأيك ما كنت تسلم لقضاء الله؟ انت رايح تتعالج في بلاد الكفار، الالمان دول كفار، والامام البخاري قال في صحيحه الحديث ده، انت وقفت قدامي وقلت انه اصح حديث ومش كذب، قلت الحديث بيقول امرت ان اقاتل الناس والالمان ناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم. ان كنت تجرؤ تقول للطبيب الالماني اللي هيعالجك ان النبي امر بقتله، روح وقول له كده، يا اما انت بتقول كلام وتفعل عكسه. بعد ما بتمنى لك الشفاء وربنا يرجعك بالسلامه باذن الله، والنبي ما تنسانا يا مولانا في فيلا عندك كده، القصر بتاعك اللي في مارينا اللي ما رحتوش بقالك 3 سنين. انا كنت هناك في مارينا عند حد وصورت القصر واكتشفت ان ثمنه 12 مليون جنيه. ما تتبرع بيه لصندوق تحيا مصري، انت من مؤيدي الدوله والفقراء مش لاقيين ياكلوا، عايزك تتبرع بال ال ال القصر ده ب 12 مليون جنيه. عندك مش حاجه، انت راجل زاهد. شوف الصوفية الحقيقيين يا مولانا، شوف شمس التبريزي وجلال الدين الرومي، ولا شوف سيدنا ابو ذر الغفاري اللي مات في صحراء مش لاقي ياكل، تأسى بيهم يا مولانا، ولا انت تأمرنا احنا بالتأسي والصبر على الفقر وسيادتك عندك قصر مركون ما بتروحوش قالوا سعره 12 مليون جنيه في مارينا. اتمنى ليك الشفاء وبالشفاء يا دكتور احمد عمر هاشم.